مستقبل الاستدامة، مركز البيانات الأخضر التابع لمورو في مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن تكون دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. قامت شركة مورو ببناء أضخم مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق موسوعة جينيس العالمية، ويقع المركز في مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. مركز بيانات أخضر مستدام بصفر انبعاثات كربونية، تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10517 طنا سنويا، ما يعادل كمية كربون تمتصها 326 ألف شجرة. يساهم هذا المركز في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، تحقيق الاقتصاد الدائري. يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر كوب 28 العالمي لمكافحة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض. استقطاب مقدمي الخدمات السحابية العالميين وكبار الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. السعة يقع على مساحة 100,000 متر مربع، كما أنه مصمم لاستضافة 2500 خزانة بقدرة تتجاوز 100 ميجاوات. الأمن، مراقبة أمنية متقدمة وثمان مستويات أمان مدعومة ب15 نظام أمان متكامل. ناقل محايد، شبكة اتصالات متنوعة متوافقة مع شركات الاتصالات المحلية وشركة انفرا اكس، ومع هيئة دبي الرقمية شبكة المعلومات الحكومية. التقييم، حاصل على شهادة تير 3 ومعتمد من معهد أبتايم، وحائز على التصنيف الذهبي الخاص بالمباني الخضراء الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. مبنى جاهز، تم تصميمه باستخدام حاويات مبنية مسبقاً بغرض الاستخدام الأسرع والتوسع المستقبلي، مدعوم بالطاقة المتجددة التي ينتجها مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية، طاقة عالية، رفوف بيانية مكثفة لدعم استخدامات التكنولوجيا الحديثة. المركز يوفر منتجات وخدمات رقمية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية، المدن الذكية وإنترنت الأشياء، الأمن السبراني، تحليلات البيانات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وبلوكتشين، عالم ميتافيرس الافتراضي. المركز يدعم مسيرة التحول الرقمي وأهداف الاستدامة للمؤسسات الحكومية والشركات.